الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة على النبي المصطفى، طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وصلى اللهم وسلم على نبي الرحمة محمد بن عبد الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقة اليوم، ومعكم عبير غنيم، داعية الله عز وجل أن نكون موفقين بإذن الله. طبعا المشاهدين بيستغربوا ليه احنا اللي طلعنا، انا والزميل الاعلامي مصطفى انتظار، احنا اخذنا الفقره الاولى، والفقره الثانيه ان شاء الله معاكم محمد انور وربيع فريد، انتظروهم. موضوع حلقه اليوم موضوع مهم جدا، وموضوع غايه في الاهميه، بيهم كل البيوت، بيهم كل الناس. الموضوع ده هنتكلم فيه عن مواجهه الارهاب والتطرف. مواجهه الارهاب والتطرف، التطرف ده ظاهره اجتماعيه موجودة منذ قديم الأزل. الظاهرة دي موجودة ولكن بأشكال مختلفة، منها صور متعددة ومعايير مختلفة وأشكال مختلفة، ولكن تعالوا نشوف بداية التطرف ده وبدايته هو كان إيه. معانا زميلنا بنرحب بيه، زميلنا الإعلامي مصطفى. اتفضل يا مصطفى. برحب بحضرتك الإعلامية الممتازة، الإعلامية الممتازة عبير فريد، عبير غنيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بالساده المشاهدين، واتمنى ان احنا بنتحدث اليوم عن الارهاب مهم، وهو الارهاب والتطرف، ان نقدم لكم محتوى يفيدكم وتستفيدوا من هذا المحتوى. المحتوى ده بيهم كل البيوت، بيهم كل الناس، كل الشعوب. بقدم تحيه من مكاني دون لكل شهيد اتاثر من الارهاب. بقول وبنادي واقول ان كل الناس يجب ان هي تقف صف واحد وايد واحده جنب الريس، ونحارب الإرهاب، لأن الإرهاب ده أساسه إن هو بيستولي على الشباب، بيستحوذ على عقولهم، بيأثر عليهم، بيسيطر عليهم، بيدمر الشباب. تعالوا نشوف ونربط الإرهاب ده. الإرهاب ده بدأ بداية من جامعة القاهرة عام 2009 لما جاء باراك أوباما القاهرة. باراك أوباما جاء في 2009 وقال بداية جديدة، نيو بيجينج. طب بداية جديدة هتعمل إيه؟ قال إن إحنا يجب إن إحنا البقاء على الأهداف مع تغيير الوسائل. تمام؟ الراجل ده أول ما دخل باراك أوباما قال السلام عليكم، يعني حيانا بتحية الإسلام، فكان في سلام، كان في وئام، فالكل في ظاهر الخطاب قال إن إحنا في سلام، يعني مفيش حرب، يعني مفيش دمار، يعني مفيش خراب، إذن إحنا هنبدأ السلام. لو كمان قالها كمان باللغة العربية. فعلا هو قال السلام عليكم ورحمه الله باللغه العربيه، باللغه العربيه، فشد الناس وجذبهم. تمام. لما بدا باراك اوباما تمام وقال السلام، فعلا الكل قال ان هو جاي يبتدي مرحله جديده للسلام، مرحله السلام. تمام. ولكن احنا بندور خفايا الموضوع، كان ايه خفايا الخطاب بتاعه؟ كان ليه خفايا. الخفايا اللي احنا هنتكلم فيها، الخفايا اللي احنا بنتكلم فيها نقطتين اتنين. النقطتين هم ايه يا مصطفى؟ البقاء على الاهداف مع تغيير الوسائل. طب الراجل ده قال نبقى على الاهداف ونغير الوسائل، اذا الراجل هيبقى على الاهداف، يعني الخطه بتاعته ثابته، اذا مش مفيش فيها تغيير، صح؟ اه تمام كده، بس هو مفيش فيها تغيير. طيب معناها ان مفيش فيها تغيير، يعني انت جاي تعمل لي سلام، يعني انت بتحبني؟ لا طبعا، انت مش جاي عشان تعمل لي سلام عشان بتحبني، لا، اكيد ليه خفايا. يبقى اذا الخطاب ما كانش هو غرض السلام. طيب تمام. هو المفروض الخبيئة دي نعرضها للجمهور عشان يعرفوا هي كان هدفه ايه من الزياره، وهدفه ايه من الحديث. تمام تمام يا مصطفى. المفروض ان احنا نعرض الخفايا دي. احنا جايين نقول للجمهور النهارده يعني ايه خفايا باراك اوباما اللي كانت نقطه وبذره نبع منها الارهاب. طبعا احنا عارفين ان الارهاب ده حاجه خطيره جدا، حاجه بتدخل المجتمعات بتدمرها، واحنا بدانا نحاول ونطور ونكبر ونبني، فمش مستعدين ننهار تاني. تمام. اذا احنا هنبقى على الاهداف، يعني معناها ان هو باقي على الخطه بتاعته. يعني معناها ان خطه الدوله محطوطه، بيجي هو باراك، بيجي غيره، بيجي ده بينفذ الايه، بينفذ الخطه الموجوده. اما تغيير الوسائل مش عاجباه. طب ايه الوسائل؟ ايه الضرر اللي حصل؟ الوسائل دي يبقى لازم ليه هتغير الوسائل، وهتغيرها عشان ايه؟ ايه الاسباب من وراء ذلك؟ ايه الاسباب اللي هتغير الوسائل ليه؟ اذا تغيير الوسائل دي كان لها أهداف، كان ليها مغزى تاني. هنبص هنلاقي ان هو بدأ يخسر اقتصادي وبدأ يخسر اجتماعي وبدأ ينهار. ايه الخسائر؟ مدى الخسائر دي ايه يا مصطفى؟ ايوه تمام، يعني بالنسبه للحروب اللي خاضتها امريكا خسرت حوالي في الحروب ما يقدر ب 2 تريليون دولار. تمام، ودي خساره فادحه. تمام، لما خسرت 2 تريليون دولار دولا يبقى اذا بدأت تدور على حلول تانية، يعني وسائل تانية تستخدمها. أيوة، بلاش الحرب. يبقى دخل ألف فعلا في الخطاب بتاعه، أنا يا جماعة هغير أسلوبي، أنا هسيب الحروب دي خالص وهبدأ مرحلة سلام معاكم. طب هتبدأ مرحلة سلام إزاي؟ قال له إن أنا هغير أهدافي. عشان تم عمل حاجه اسمها تخفيض ميزانيه الدفاع برضه. تمام، لان الحرب والسلاح والكلام ده كله بياخد منه ميزانيه كبيره. وصلت ل 36%. تمام، يبقى وصلت ل 36% تخفيض ميزانيه الايه؟ الدفاع. تمام. طيب هو لما اقتصاده بدا يتهز وينهار، تمام، دور على مين؟ دور على الصين وقال لها اديني ايه؟ اديني يعني تريليون. تمام، اديت له تريليون دولار، نزلوا السوق. لما نزلوا السوق 12 ساعه بالظبط كان التريليون خلصان. معنى كده السوق يعني تشربوا وخلاص وما بانش فيه. معنى كده ان في انهيار في الاقتصاد، انهيار جامد. تمام، ده بالنسبه للانهيار بتاعه. طيب بنقول ان هو بدا يتضرر، التضرر بس مش اقتصادي، لا 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 لا، التضرر كان كمان اجتماعي. طب اجتماعي ازاي بقى يا مصطفى؟ بالنسبه لحصيله الافراد اللي توفت في الحروب، الحرب اللي خاضها ضد العراق وضد افغانستان كان لها اثار، كان لها حاجات فظيعه. ايه هي دي بقى؟ هتعرضها لنا. توفي حوالي من 3000 ل 10000، يعني حوالي 13000 جندي. 13000 جندي قتيل في قلب الحرب. 13000 دول يعني معناها ان في كل اسره في قتيل او اثنين. فقوم عليه الشعب، هاجي عليه الشعب، صار عليه خلاص بقى الشعب ضده، يعني الحكومه بتاعته بدات يحصل لها هزات اجتماعيه، ده عليه وده عليه. ده اصبح اللي هو الوقت الجيش بتاعه منهار اقتصادي، والشعب بدا الشعب بدا يخاف. ليه؟ اصل قتيل، طب ما في جرحى، كامل جرحى. الجرحى وصلت حوالي يعني 150000، 15000 اصابه. 15000 اصابه. 15000 اصابه. الاصابه دي كانت مباشره وغير مباشره. يبقى فعلا اصبح في كل اسره موجوده فيها ايه؟ فيها قتيل او جريح. دي كمان غير الاصابات النفسيه ان وصلت لحد الانتحار. تمام، وصل للانتحار. يعني وصل لمين؟ للانتحار. طيب كل اللي حصل ده كله ظهر منه حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده دي؟ ظهر قوة جديدة على الساحة، منها الأرجنتين، ألمانيا، تركيا، الصين، إيران. الدول دي كلها ظهرت على الساحة كقوة كبيرة، قوة عظمى بدأت تظهر. ده قلق، قلق باراك وقلق الدولة وقلق الأهداف اللي حاطينها والكلام ده كله. فقالوا تعالوا، لا 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 لا، الناس دي ظهرت على الساحة، أصبح الوقت إحنا خلاص مش هيبقوا هم القوة العظمى اللي موجودة. طب نعمل إيه؟ نزلوا، الحل الوحيد ليهم إن نزلوا فريق من العمل، تمام، باحثين وعلماء، وقالوا لهم انزلوا ارض الناس دي، انزلوا الواقع، انزلوا مصر وانزلوا الصين وانزلوا كل الدول دي وشوفوا. مهاجرين يعني امريكا؟ لا، انزلوا شوفوا وادرسوا، يدرسوا ويعملوا ابحاث ودراسات ويشوفوا الناس دي. الناس دي لما نزلت عشان تدرس تشوف مصر قوتها ايه؟ قوتها في شبابها، قوتها في فكرها، قوتها في اسلامها، قوتها في انها تقول الله اكبر. كلمه الله اكبر دي تهز الامه، تهز الشعب، تهز المسلم، تخليه يتجمع. خافوا، وعشان كده بدأ يغزونا فكريا. ايوه، لا دي بقى المرحله اللي جايه. لا احنا بنتكلم بقى، بنقول ان فعلا احنا اتسلط علينا الضوء ان احنا ننزل ويشوفوا ايه مصادر القوه عندنا. ايه مصادر القوه؟ ايه مصادر القوه عند الصين؟ الصين دي ايه؟ صنديا بارعه اقتصاديا. طب نشوف مصادر قوتها ايه، نقدر نضربها فيها ايه. نشوف المصريين، نشوف المسلمين، اسلامهم، دينهم، تجمعهم، شبابهم. طب نشوف. دي بالنسبه للبقاء على الاهداف مع تغيير الوسائل. هبقى على خطتي، بس هغير الوسيله اللي بستخدمها. الاستراتيجيه، هغير الاستراتيجيه بتاعتي. طب ماشي، يعني عامل ايه؟ يعني الوسائل بتاعتي ايه؟ يعني انا ابعد عن الحرب خالص، اوقف موضوع الحرب ده خالص، وابدا اتكلم في وسيله ثانيه، اللي هو الغزو الفكري. ادخل عقول الشباب، ااثر عليهم، اسيطر عليهم. تمام؟ طب ما انا لما اثر على عقول الشباب هبقى الشباب عجينه في ايدي، اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. وده أخطر حاجة. وده حصل فعلا من وده أخطر حاجة. وحصل كمان بكذا وسيلة وبكذا طريقة. يعني بدأوا يغزونا مثلا عن طريق الإنترنت، بدأ يغزونا عن طريق التلفزيون، بالنسبة كمان للملابس يعني كل الستايل بتاعنا بدأوا فعلا يغزونا. تمام. بدأوا يغزونا في ديننا. نقلدهم في كل حاجة. بدأوا يغزونا في ديننا كمان. تمام. في كل بالعكس حاجة. بالعكس احنا كمان مش بنقلدهم في الأحسن، لا ده احنا بنقلدهم في الأسوأ. تمام. يعني المفروض إن حتى لو أنا بقلد شخص يعني بقلده في الأحسن وفي الأسوأ. تمام. لا ده احنا أصبحنا بنقلدهم في الأسوأ وبنقلدهمش في الأحسن. تمام. يبقى احنا اخدنا النقطة الأولانية اللي كان وراها بنقول إن مغزى خطاب أوباما كان مش مغزى سياسي، كان ليه مغزى تاني. اخدنا الأولانية اللي هي البقاء على الأهداف، خطتي زي ما هي ولكن بغير الوسيلة اللي أنا بستخدمها. تاني نقطة وأهم نقطة بقى، سنبقى متيقظين في الشرق الأوسط. يعني ايه سنبقى متيقظين في الشرق الاوسط؟ الراجل قال في خطابه سنبقى متيقظين في الشرق الاوسط، يعني عينيه مفتوحه علينا. يعني هو هيأثر علينا ازاي؟ يعني مش هيسيبنا، يعني هو مسيطر علينا ازاي؟ يعني طول الوقت يعني انا مش هحاربكم؟ فعلا مش هحاربكم. طب ايه الاثبات ان هو فعلا قال ان هو سلام؟ بدأ يسحب قواته من العراق وافغانستان ايام الحرب ويوديها المحيط الهادي شرق اسيا. فعلا الناس قالت الله، الراجل ده قال السلام عليكم بالعربي وكمان سحب القوات بتاعته. فعلا الراجل ده سلام. طب هو سحب القوات، هل ما عملش قواعد عسكريه مكانها؟ لا دي مش الفكره بتاعتها. الفكره بتاعتها ان احنا بنقول ان هو فعلا سحبها ووداها بعيد. هو مش كان بيقول لهم انا هشيلها من الدول اللي انا بحارب فيها؟ فعلا هو شالها، وداها بعيد، نقلها في مكان تاني خلاص. تمام. اصبح فعلا ان قال لهم ان انا فعلا خلاص مفيش حرب، وفعلا مفيش حرب. هو بدأ يغير وفعلا غير الوسائل بتاعته. طيب تعالوا نشوف يعني ايه سنبقى متيقظين في الشرق الاوسط. فعلا اول خطوه خدها طلع باحثين ودارسين يدرسوا كل حاجه داخل كل دوله، نقاط الضعف، نقاط القوه، ايه اللي ابدا بيه، ايه اللي اثر عليه، ايه اللي سيطر بيه. نزل الناس دي وقال لهم نتيجه ابحاثكم دي هاتوها لي عشان على اساسها يحط الخطط بتاعته. تمام. عمل ايه تاني؟ بدأ في حين ما الدراسة شغالة بدأنا نبص نلاقي الشعوب بدأت تنقسم 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 وتنهار، وده وضح جليا في الثورات اللي حصلت. ايوه ثورات الربيع زي ما حصل في مصر وفي معظم الدول العربية، واللي حصل في سوريا. لولا وقفة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، واليد القبضة بتاعته ان احنا نحارب الإرهاب ونقف ايد واحدة، كان زماننا احنا زي سوريا. وتقبت الجيش المصري عناء كبير وجنود والشهداء من كل أسرة ومن كل مكان. دول دمهم مش رخيص، دول خلونا احنا نقعد في امان ونعيش في امان. وتحيه لكل ام مصريه انجبت ابن او اخ. ده بطل أو مش أب. ابن ده بطل وفادى نفسه، فادى. يعني احنا شوف الوقت احنا عايشين في امان، استشهد عشاننا وما زال بيستشهد حتى الان. هم فعلا ابطال. بدأت الشعوب في الانقسام. تمام؟ تعالوا نشوف الشعوب اللي بدأت في الانقسام دي. بنبص لقينا نتخيل القنوات الفضائية بتاعتنا. بصوا ممكن قناة نلاقي قنوات كده فجأة طلعت على الشاشة. تمام؟ وبدأت تتكلم كلام مش عارفين القنوات دي مدعمة منين وجاية منين وأهدافها. ليه بقى؟ لأن القنوات والحاجات دي كلها هو بدأ يعمل على تفرقة الشعوب. بدأ يقول أنا شعب انتخبت الحكومة بتاعتي، فعلا أنا انتخبتها وبقت حكومة منتخبة. أيوة تمام. إلا إن أنا مش قادر أتصالح مع الحكومة، الحكومة مش قادرة تتصالح مع الشعب ولا الشعب يتصالح مع الحكومة. ده بالعكس، ده كمان بدأت واضحة إن في ناس في دلوقتي تلاقي شعوب كتيرة انقسمت، يعني ناس مع الحكومة وتلاقي ناس تانية خارجة تقول لك لا. هو بدأ يدعم الناس دي، القوة دي بدأ يدعمها. معرفش مدعمه، سبحان الله، تدعم بقوه لتوصل للقمه في الصراع بتاعها عشان تضاهي بعضها، ما يبقاش قوه تحت منخفضه وقوه قمتها، لا كله بدا يضاهي بعضه. تمام. بدا القوه كلها في نفس الصراع عشان نبص نلاقي كله متناحر، لدرجه ان ظهر على الساحه فرق دينيه كتير جدا. الفرق الدينيه دي منها نوعين، نوع عقائدي ونوع سياسي. ايوه تمام. حصل. العقائدي ده اللي احنا بنقول عليه ان هو بيمشي، يعني بص بيقول الدين والاسلام والصلاه والصوم وبيعلم الناس تعاليم الدين والاسلام. تمام، ما فيهوش منه مشكله خالص. تمام. المشكله كلها في السياسي. السياسي ده واخد ستار الدين. يعني ايه واخد ستار الدين؟ يعني متغطي بالدين، يقول ان انا ديني ان انا ديني ان انا بعمل بالدين والاسلام وان انا تمام، لكن هو للاسف لا، غرضه الاساسي سياسي. وعلى فكره الرسول بلغنا بيه دي من فتره لما قال لك ان بني اسرائيل انقسمت ل 71 فرقه، وقال لك ان امتي يعني بعد فتره هتنقسم ل 72 فرقه كلهم في النار ما عدا فرقه واحده. احنا يا جماعه فاصبحنا الوقت كل الهدف ان احنا نسيطر على عقول الشباب، نأثر عليهم، نغيرهم. فيجب على كل اسره، على كل اب، على كل ام، على كل مسؤول يحاول ان هو يبعد الشباب عن الافكار دي كلها وعن الحاجات اللي مستهدفه دي كلها، ونحاول ان احنا نكون ناس كويسين، ايدينا في ايدين الشعب، ايدينا في ايدين الرئيس، عشان نوصل للقمه، عشان اللي بنبنيه ما يتهدمش تاني، عشان عيالنا وشبابنا يبقوا في امان. ومعلش احنا بقى هنسيب الفقره الثانيه لزمايلنا، انتظرونا اللي هو الاستاذ محمد أنور وربيع فريد. بس هختم الاول ببيتين شعر كده معايا اعزائي المشاهدين. اذا القى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تأن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. كمان في حاجه ممكن برضو نقولها اللي هي الايه القرانيه اللي اتكلمت عن الارهاب من 1400 سنه، تمام، اللي هي ربنا بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق رب العزه. وأعزائي المشاهدين، أرجو أن نكون أسعدناكم على وعد إن شاء الله بلقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بكم في هذه الحلقة والدقائق القليلة التي مرت سريعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبير غنيم ومصطفى. شكرا.